هذا وحذر حفتر من انتشار السلاح لكونه يمثل تهديدا مباشرا للأمن، كما أنها تهدد سلطة الدولة التي لا تزال تعاني ضعفا في كيانها وهيكلها بسبب انقسام الأطراف السياسية. وجب التنبيه إلى أن أبرز المظاهر التي تمثل تهديدا مباشرا للأمن هو انتشار السلاح والمجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة، التي ما زالت تعاني ضعفا شديدا في كيانها وهيكلها المؤسسي بسبب الانقسام الحاد بين الأطراف السياسية المتصارعة على السلطة وامتداد أثره السلبي ليطال كافة مراحل الحياة دون أي مؤشرات حتى اليوم تطمئن شعبنا بأن مسار الحوار الجاري هو الحل الوحيد للأزمة السياسية الراهنة. ليبقى باب البدائل الأخرى التي يقرها الشعب مفتوحاً على مصراعيه، ويكون الجيش وأجهزة الأمن كافة رهنا للأوامر الشعب.